بداية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك احمد بيه. وساعتك الحادث يا فندم كان حادث جلل، والحمد لله ربنا برضو يعني قدر ولطف. يعني هو الحادث طبعا حصل في صلاة الجمعة، وده خفف من كثرة المواصلين، لان كل الناس طلعت من المساجد تهرول على الحادث، فبدأنا ننقذ ما تم انقاذه. وتعليمات سعادتك يا فندم معاك يا فندم. لا، اولا سيادة النائب، اللي عندنا عدد شهداء كتير 32، عندنا مصابين اكتر من 165 مصاب. حادث كارثة زي ما نقول كده، عندنا كارثة. هو الحادث كارثة فعلا، وحادث جلل، كلنا اهتزت قلوبنا يا احمد بيه والله. نعم. ايه اللي بيتم؟ حصل بعد قارة الصوامع بحوالي كيلو فوسط الكتلة السكنية، ده برضو ساعد معنا ان احنا نخفف من كتلة المصابين، يعني بدنا نشيل الناس ونعدي بيها اللي ترعى سعادتك، واللي يشيل من الناحيه الثانيه، واللي ينقذ يودي في عربيته على بال ما جت الاسعافات. يعني واللي جت وزير الصحه بس سياده النائب كان في يعني مشاهد صعبه، واحنا لدرجه شلناها ما عرضتهاش وما ينفعش نعرضها، اشلاء لبعض الشهداء، يعني ناس متقطع، يعني حاجات كانت صعبه. والله يا فندم بالفعل كان في مناظر صعبه، وكان في ناس عندها ذعر من قوه الحادث ومن قوه احنا سمعنا يا فندم صوت الارتضام واحنا في المساجد، سمعنا صوت القطر لما دخل في الثاني واحنا في المساجد، سمعنا صوت الارتضام. كان الصوت فظيع، وكان يعني رد الفعل كان عند الناس حصل لها ذعر، اللي واقف واللي الناس المصابه واللي الناس اللي بتشيل كان كله عنده حاله ذعر. السكة لحد دلوقتي متعطلة ولا اتفتحت ولا لسه؟ لسه يا فندم جاري رفع الأنقاض يا فندم، جاري دلوقتي حالا. بيرفعوا العربيات دلوقتي بالظبط كده يا فندم. يعني ممكن على الصبح أو يعني تعود الحركة على خط الصعيد؟ ممكن يا فندم على الصبح، أو يعني قبل الصبح بشوية كمان. ومعاليك طبعا كل القيادات بتاعة مصر موجودة عندنا. قابلتوا المسؤولين، الوزير النقل، النائب العام، هل اتكلمتوا معاهم؟ قابلنا يا فندم وزيرة الصحة، جت مستشفى طحطة وزارة المرضى، وراحت مستشفيات سوهاج وزارة المرضى. وقدمت كل العون، وكان في تبرع بالدم، وكان في الاسعافات متوفرة، وكان في يعني هم ذللوا كثير من العقبات. يعني وزيرة الصحة جت بنفسها طحطة وراحت زارت كل مستشفيات سوهاج، ومعارس الوزراء زاروا سوهاج، وهي كملت على طحطة وأصرت تيجي طحطة وتعاين بنفسها وتشوف المرضى بنفسها وتشوف النقص بنفسها. وزير النقل يا فندم جه عاين برضه مكان الحادث وشاف الدنيا ماشية ازاي وايه ملامسات الحادث، والنيابة شغالة تحقيق يا فندم. يعني أولا كل يعني كل الناس بعتت طبعا لو محتاج اي دعم لمحافظه سوهاج. كمان سيد محافظ البنك المركزي سيد طارق عامر بيعزي اهالينا في سوهاج، وبيقول اي دعم سوهاج محتاجاه ان هو البنك المركزي هيتولى هذا الامر، ونتحدث مع السيد محافظ سوهاج. يا فندم احنا بنشكر كل واحد وسانا وقف معانا، بس احنا محتاجين برضه يا فندم تطوير اكتر لخط الصعيد. محتاجين الطرق بتاعه الصعيد يا فندم فيها نقص شديد من اول اسيوط لحد سوهاج يا فندم، الطريق الزراعي وانت ابني طحطة يا فندم وبتعدي على الطريق وبتشوف من اول اسيوط يا فندم الطريق مش ده عمالين نتكلم بقالنا سنوات عليه، قلنا ده الطريق بالظبط كده، وبنطلبه من فخامه الرئيس شخصيا يا فندم من نعم. لحد اسيوط الطريق ادمي من اول اسيوط يا فندم لحد نهايه سوهاج غير ادمي بالمره. الطريق الغربي او اللي في النص الغربي اللي هو الشرقي يا فندم والزراعي، الثلاث طرق يا فندم صح. ما يصلحوش لعربيه تمشي عليهم للاسف، وانا بطالب فخامه الرئيس من منبرك يا فندم بتطوير طريق الصعيد. يا معالي الرئيس في القاهره يا فندم الكوبري بيتم، انا شفت كوبري في مدينه نصر مكتوب عليه يافطه، تم تنفيذ هذا الكوبري في مده 53 يوم. معالي الرئيس يا فندم بيقول الكوبري يخلص في اسبوع، بيخلص بشهر بيخلص. عاوزين تعليمات الرئيس يا فندم تتجه لاهالي سوهاج، اهالي سوهاج بيحبوا الرئيس وناس وطنيين، عاوزين يا فندم الطريق بتاعنا نحس ان احنا ماشيين في الطريق زي بتاع اسكندريه زي بتاع السخنه، عاوزين نحس ان احنا ماشيين في طريق احمد ديه. الطرق عندنا غير ادميه والله يا فندم، غير ادميه بالمره، الثلاث طرق الشرقي والغربي والزراعي صحيح. فنتعشم في كرم سعادتك يا فندم، ده المطلب الرئيسي لكل الشعب السوهاجي. التحديث السكه عندنا وصل ولا لسه؟ أنا السكة الحديدة يا فندم؟ في يا فندم مزالات تم التحديث فيها؟ لا مش مزالات، أنا بتكلم على الخط نفسه وعلى الكهرباء لسه والإشارات. لا لسه يا فندم، لسه يا فندم، مش كله، في أماكن وفي لا. مش كله، ما كملش كله يا فندم. معليك لو تم يا فندم تصليح الطريق اللي هو بيمشي عليه السيارات اللي هو زراعي الزراعي أو الشرقي أو الغربي، هيخفف يا فندم عن السكة الحديد، وهيدينا مسافة إن احنا نسافر بعربياتنا، وهنشيل عبء عن الدولة. فحسدينك يا معالي الباشا، ده مطلب شعبي، مطلب شعبي
من شباب وشيوخ وستات ورجال سوهاج للسيد الرئيس، فخامة الرئيس، رئيس كل المصريين، شعب سوهاج بيحبك يا معالي الرئيس. بقول لك عاوزين الطريق، عاوزين تعليماتك بالتنفيذ بالسرعة، بالتنفيذ بسرعة تحت إشراف سعادتك، لأن عارف الرئيس يا فندم بيحب يشرف على كل حاجة وبيحب يتابع كل حاجة يا فندم، فده مطلب شعب سعادتك. النائب فؤاد عباس بشكرك.